بسم الله، السلام عليكم. وعليكم السلام اصحاب تميل والباجو كيف سودوا هذا الشانل كان بشركو كان عن هلتي اصحابي ما انتو حاجة على استئنا عيد لشير كريو قراع هلتي اه وقف كي جيم استعماله اما اكسرسايز اما قف كي كشخين اي هلتي كيسا او يوغا سمايو وعوني كرو يقف كست او ربا انو هلتي لايف ستايل وكونو لادو ان شاء الله مركا waxyaala u baahanahay wax weyn ma ahan. Maanta waxa sameysanayna ukuna sameysanayna marka ukunta saa u sameynayna different way qof kasta si u marka asxaabta ukunta qof kasta si u sameysataa ani saa u sameysto aan jeclahay haydii la share gareena insha Allah soo dhawaada. Marka meeshaan waxa uga baahanahay ukuntaani waa tan 4 xabo ukuna u baahanahay insha Allah waka saa marka asxaabe 4 xabo ukuntaana meeshaan ku soo shubay وكنت أنا مقصين إن شاء الله ماشي أنا ساوي وصو شو بمرك وحعادي أنا دبك دين عيسى مرك ساوي سمين أنا إلى فيريا مرك واكنا ولا له دبك إيمان ماشي وحكو شو بلا بقعة سليد أوليف أويل إن شاء الله مرك وحكو شو بينا وكنت أكو شو بينا وأتاسع مرك وكنت أنا ساسع وصو شو بهاف كوك واي ملقى سايو مرك وحيالها قدر هنا وباهنا هنا إن شاء الله مرك ماشى محاكو هستا فلفل أياكو هستا هي محاكو هستا ماشى أنا حسبة أياكو هستا كنا بحاكو هستا بس بس أياكو هستا أكو هستا تشيلي فلاكسي تشيلي فلاكس فلاكسي ده ملح إيكال إن أنت نحاكو هستا بابريكا أكو هستا إن شاء الله أنت أنا قدر هنا فرتان واحد وكنا مركب عليه دب او ضعيف لو كرنا او اد وبدنين سيدا كا غبنين مرك ما حكو درسنينا بابريكا كو درايا كبعدين ما حكو درا بسباس كا كو درايا ان شاء الله هذا ما حكو درا عصبه حكو درايا مركب عصبه قف كستي قياستي سواء مركب ترتيب كيس او سكر ان ترتيب مركب مركب سكر تاس الاركينا وكاسا مركب اصحابتي واركيسين ترتيب او سكر اسا دب بدن ما ضعيف ما راح يركب بعد وقدنينا مركب اصل الاركينا سي نقطه هذا وقدنينا ان شاء الله مرك إنا كاجب تمال ربو وكاسا ترتيب مجبسو أو جدينك مرك وكسو بحنينا 5 منت مرك محاكو أغان كرتا إنا بكوب بسلاتي فرقيتو بلا ساق جلني ديار وي مرك وكسو بحنينا وي بسلاتي وكنت ساعد كرس برن كرس بدن مفيع نوع مركب واحد يرلا قادنا دب بدن قادنا سو وكاسا مركب ولا له هيك قالقة إن محل هاي وكنت أنساس ديار أتها وسيمبل كهاد مركا سانة دا أسمي ستت قال عرق واي خوف كست عسي سيدنا وكما هتعلنا هذا ومعانتا وكنت مركي سان لو صوبيو مركا هدا هويتا هاي إنا اسكت حدرت دا في عن إنا بحلت عنت دا في عن وكنت تما حتى وفي عنتهاي محلها ويت لوس كو وفي عنتهاي بروتين كسينة وحيالة بدن قبتا مركا هدا المسيس حتى الما عادي وجعلي نوع عانيتي كل انا قاعدة واستعمالنا مركا وكسا محاكا لو هي السنة ماشان محاكو هي السنة ان لوسيال كالدوان كان عد كدحد كجر وحالة بستا على دها ان لوس كان كالتن وحالها والنت او بريكسن او وابينك ايه ايه المون سدح دان نوع ولوس كعنا ما شاء الله بروتين هستان هذا وفي عينهين ان لوس كان بحو هستا والنت كال لهاي بحو هستا سليد هستا دتك يعني حسوس توسو علينا هدا بودي دراي هستت حكاق هذا درايقا جركا قويا سليدا يالنسا وحكاق عاونا دنك حسوستا
dhanka boodhiga timaha maasha allah timaha uu ku soo noqonayo inaad qof timaha ka daadin jirin aad tahay go'a go'a buu ka yareynaa tinta almonkan sidoo kale waa ognahana asagana aada ugu fiican yahay caruurta iyo dadka waaweyn dhinaca maskaxda haddii wax la baranayo macnaha maasha allah aada u fiican yahay maxaa kaloo heysanaa iyo fitamiin fitamiinkiina markasta idinla socdo waxawaaye fitamiinkan omega 3 omega 3 inaad isticmaashid aada u fiican tahay tinta dhankeeda timahdaadana u fiican yahay muxuu ku siinayaa glowin uu ku siinayaa saliid waaye aada u fiican tahay saliidda malaayga qof kastau ogyahay faa'iidadiisa marka insha allah hadaa weight loss tahayna wax oo waxaa fiican maselka ku dhisaayo oo energy badan ku siinaya maalintaas dhan aada dareemin jiimka iyo waxaa sameysay exerciseka marka waa kasa marka omega ani isticmaalay omega 3 fish oilka waa kasa kaas waaye 1 a day ala cunaa hal xaba maalinkii marka aada u fiican yahay geedka aldhigaa laga helaa meel kasta ayagoo noocyo badanaa jiro oo soo qaadan kartaa kan hadda jalatin iyo waxaas dhan ma lahan marka aada u fiican yahay kaasna insha allah soo fiiriya hadduu qofka nuujinaya xataa umul yahay aada ugu fiican yahay omega 3-ga marka waxaa kaloo heysanaa walaalahay bakeerigaasaa heysanaa markii cuntada la cuno wax la cabaal rabaa maahano caanahaas caanahana ku isticmaala ani aada almond milk isticmaala caanaha oo looska almondgana isticmaala caanihiisa isticmaala marka aada u fiican yahay marka maalintaas dhan maxaad dareemaysaa inaad tahay qof oo cunto oo fiican oo fuulaa dareemaysaa wax makaa maqno intaas haddaa quraacdaada ka dhigatid ama xaajigaaga siisid ama naftaada keer gareysid marka insha allah intaasa idinla sheer gareynayay aad ayaa u mahadsan tihiin daawashadiina please haddaa igu cusub tahay subscribe like share ha ilaawin haddaa hore iila joogtayna aada u mahadsan tahay gambarkaaga soo qaada soo dhawow waa ku mahadsan tihiin commentigiina quruxda badan dhiirigelintiina markasta waa idinka duceeyaa insha allah aada ayaa u mahadsan tihiin jazaakum allah marka intaas idinla sheer gareynaya sidaas ayay waxaa idinka tagaa insha allah see you the next video sidaas ayay waxaa idinka tagaa see you the next video insha allah assalaamu calaykum